والله اليوم يوم عظيم، عظيم بكل معنى كلمة، وأحب باسم جلالة سيدنا نقدم تمنياته للأبطال للنشامة اللي قاموا بهالإنجازات الواعية بكل معنى الكلمة. 5 ميداليات في تاريخ المملكة الاتحاد ما صارت، 5 ميداليات، 4 منهم ذهبية وواحدة برونزية، والحمد لله. ولكن هذا بعد 4 سنوات من التعب والعمل الشاق استطعنا أن نحقق هذه النتيجة. فعلا هذا إنجاز كتير كبير، وبحب أنتهز الفرصة من خلال التلفزيون الأردني أن أقدم التهاني لجلالة سيدنا ولسمو ولي العهد ولسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، ولسمو الوالد، سمو الوالد اللي زي ما بتعرفوا اللي أسس الاتحاد الرياضي، الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين قبل 40 سنة، وهاي هي النتائج يعني اللي عم نقطفها. يعني فإنجاز كتير كبير، و5 ميداليات، 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، مش إنجاز بسيط، إنجاز فعلا عظيم. يعني فبرضو بحب أقدم التهاني للمنتخب ككل، يعني الإداريين، المدربين، جميع أفراد الفريق، يعني الكل بيستاهل التقدير، الكل بيستاهل الدعم والشكر. يعني